المسائية من الميادين وفي عناوين ملفها الوحيد لليلة. فنلندا والسويد تغادران مربع الحياد وتقرران الانضمام إلى الناتو. هل تسعى أمريكا لتوسيع الجبهات لإخضاع روسيا؟ بوتين يتوعد بالرد على أي انتشار لبنية الناتو العسكرية في فنلندا والسويد. هل ينشر أسلحة نووية تكتيكية؟ اجتماع لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي السوفيتية السابقة في موسكو ولوكاشينكو يدعو لتشكيل جبهة موحدة ومواجهة الناتو. ليس أقل من جبهة عسكرية وأمنية جديدة بقيادة أمريكا ضد روسيا يمثل قرار انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. قبل أسابيع قال وزير الدفاع الأمريكي أن هدف واشنطن من دعم أوكرانيا هو إضعاف روسيا وإنهاكها، فيما ذهبت بريطانيا إلى حد ضرورة هزمها. في الصراع الاستراتيجي سيعود الناتو في قمته المقبلة إلى وصف روسيا بقوة تهديد لدوله وللأمن العالمي بحسب تصريحات مسؤولين أطلسيين. لا تخفي تقارير ودراسات أمريكية أن هدف إطالة الحرب في أوكرانيا هو تدمير اقتصاد روسيا وإسقاطها من الداخل للتفرغ للمواجهة المقبلة مع الصين. بوتين رأى وبكلام واضح أن الانضمام لا يمثل تهديدا إلا إذا نشر الناتو بنية عسكرية في فنلندا والسويد، وهذا سيستدعي ردا عمليا. فهل تنشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية قرب حدود فنلندا وفي جيب كالينغراد؟ وهل تخطط واشنطن لحرب ضد روسيا في أوروبا أوسع من الحرب في أوكرانيا؟ وهل ستكتفي الصين بدعم روسيا سياسيا فقط أم تتحرك على الجبهات الاقتصادية ضد الغرب؟ مشاهدين في مسائية الليلة ينضم إلينا من واشنطن محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن بوست جاي تايلر، ومن برلين الإعلامي والخبير في الشؤون الأوروبية أكثم سليمان، ومن موسكو الدبلوماسي السابق فيتشلاف ماتوزوف. أهلا بكم ضيوفنا الكرام إلى مسائية هذه الليلة. إذن تصعيد أمريكي إضافي وعلى الساحة الأوروبية ضد روسيا فيما الحرب في أوكرانيا تقترب من شهرها الرابع، وفي خطوة تخرج فنلندا والسويد من مربع الحياد قررت الدولتان الدخول إلى حلف الناتو، وهو ما تحذر روسيا من تداعياته وتتوعد بالرد العملي عليه إذا أقيمت قواعد للناتو في الدولتين. تقرير محمد درويش. داخل صندوق بريد مقفل يحبس حلف شمال الأطلسي مفاتيح أبواب التأزيم مع روسيا وتحديدا خصيرتها الشمالية الغربية. عملية استيراد للأزمة تسلكها فنلندا والسويد تحضيرا لارتمائهما مستقبلا في حضن الأطلسي. تحد واضح يخوضه البلدان الإسكندنافيان يلامس المحظورات الروسية لا وبل تعمد إلى خرقها. التفكير الفنلندي والسويدي من خارج صندوق الأمن الروسي واستيراد الأطلسي إلى الحدود الروسية واجهته موسكو بتحذير على لسان رئيسها فلاديمير بوتين، مهددا بالرد على أي توسيع في البنية التحتية العسكرية للناتو على أراضي الدولتين. تصادم تسعى فيه الولايات المتحدة عبر تحريض هلسنكي إلى تسخين الجبهات مع روسيا، ولا سيما مع إعلان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل بأن واشنطن يمكن أن تصادق قبل آب أغسطس المقبل على طلب فنلندا الانضمام للأطلسي. الجعبة الروسية التي استخدمت في وجه فنلندا أحد سهامها الاقتصادية بقطع الكهرباء ومصادر الطاقة عنها. تحتفظ موسكو بسهام أخرى قد تضطر لاستخدامها بوجه هلسنكي ثمنا لرهانات خاسرة تذكر برهانات تاريخية مشابهة بين البلدين. تراكم أزمات يؤكد من خلالها نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف على أن لا أحد يتوقع أن تقبل موسكو ببساطة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. سواتر يبنيها الروس لحماية أمنهم قد يؤدي تجاوزها من الطرف الفنلندي إلى احتمال الانزلاق إلى مواجهة عسكرية يصعب ضبطها، مواجهة أشارت إليها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية التي اعتبرت أن انضمام الدولتين إلى الحلف بعد عقود من الحياد يهدد بعواقب عسكرية وسياسية خطيرة.
وفيما ترك الكرملين الباب مفتوحاً أمام تصور الرد الروسي على خطوة هلسنكي الأطلسية تدخل منطقة شمال القارة الأوروبية بعد الشرقية حالة سباق محموم نحو التصعيد، تصعيد تؤججه المحاولات الأمريكية والأطلسية لمحاصرة روسيا وتكبيلها ضمن دائرة منعزلة، سياسة وضعت سويسرا رمز الحياد في العالم على طريق تبديل خياراتها الأمنية بما فيها تدريبات عسكرية مشتركة مع الناتو بحسب تقرير لوزارة الدفاع السويسرية. أرحب بكم من جديد ضيوفنا الكرام، وأبدأ معك سيد ماتوزوف من موسكو. الرئيس الفنلندي يخبر نظيره الروسي بترشيح بلاده للانضمام إلى حلف الناتو. وزيرة الشؤون الأوروبية في فنلندا تقول بأن هذا الانضمام لن يشكل خطرا أو مصدرا للتصعيد على روسيا. اتخاذ القرار في هذا التوقيت بالذات كيف يقرأ، خصوصا بأن البعض يذهب ليقول بأن فنلندا استشعرت ضعف ما لدى روسيا جراء عدم حسمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كيف تنظرون إلى التوقيت بداية؟ أولا طبعا توقيت غير واضحة تماما بالنسبة لتوقيت السويد، كان خارج أي تحالفات العالمية الإقليمية منذ 200 سنة تقريبا وأكثر شوية. أما فنلندا وهي بداية من عام 1947 عندما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التزمت أمام روسيا أنها لا تشارك في أي تحالفات معادية لروسيا. لذلك هذا لا شك أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي في هذه الظروف، في ظروف الحرب الجارية في أوكرانيا، لا شك هذا التغيير الملحوظ والجذري في سياسة دول الاسكندنافية ودول أوروبية بشكل عام. ولكن هناك فرق كبير بين عضوية في حلف شمال الأطلسي وبين عمل حلف شمال الأطلسي في مناطق حدودية لروسيا الفيدرالية. إذا نحن نأخذ مثلا أوكرانيا، أوكرانيا لا مجال ليدخل إلى عدوية، لأنه حتى جو بايدن قال أنه 25 سنة نحن لا نشاهد أوكرانيا في 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 ناتو. ولكن أمريكا ودول غربية ترسل كل السلاح الحديث والمعاصر إلى أوكرانيا ويخوض المعارك عمليا، دخلوا حربا بالوكالة بخبرائهم على جنب أوكرانيا ويشاركون في حرب ضد روسيا الفيدرالية. وهناك كانت خطر واضح تماما، زرع القنبلة النووية أوكرانية على حدود غربية لروسيا الفيدرالية. أما بالنسبة لفنلندا ورئيس فنلندي بعد أن وزعوا الخبر أن فنلندا تترشح إلى تتوجه إلى ناتو، اتصل مع بوتين تليفونيا، وكما يقال أن هو وعد للقيادة الروسية أن أبدا وإطلاقا فنلندا لا تسمح زرع صواريخ تكتيكية مع رؤوس نووية على حدود مع روسيا. ولكن هذا وعود. نعم، ولكن موسكو سيد ماتوزوف تصدق هذه الوعود، تصدق هذه الأقوال، خصوصا بأن الناتو أيضا في بداية التسعينات قال بأنه لن يتوجه شرقا، وإذ به يتوجه شرقا، وكان يعني الحديث من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك ووزير خارجيته. اليوم هل تصدق روسيا ما يقوله الرئيس الفنلندي؟ وأيضا اسمح لي أن أسألك سؤالا مضاف. الرئيس الفنلندي يقول أن الانضمام إلى الناتو تعزيز لأمن فنلندا، وقبل منه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن لو كانت أوكرانيا قد انضمت إلى حلف الناتو لما حصلت الحرب على أراضيها. كيف يمكن النظر إلى مبررات الانضمام؟ مبررات الانضمام واضحة تماما، تحت الضغوطات الأمريكية سوف يوجد أي نوع من المبررات. حتى فنلندا، حتى السويد، الدول تاريخيا كانوا دول لهم موقف الحيادي، عدم
انضمام إلى أي تحالفات، حتى في حرب العالمية الثانية السويد كان لها طبع وضع حيادي، لا كانت تشارك في حرب العالمية الثانية. وطبعا اليوم تتغير وتتبلور النظام العالمي الجديد، وفيها دور السويد مثلا دور مهم، لأن السويد مميزة بصناعة العسكرية متطورة، والسويد تنتج من دول مش عديدة في العالم، ممكن 10 دول فقط ينتج الطائرات العسكرية حربية صعب، وكذلك تنتج مدرعات ودبابات. طيب قبل أن نتوجه إلى سيد تايلر بسرعة، سيد ماتوزوف، تصدق روسيا الوعود الفنلندية بعدم نصب صواريخ على الحدود أو ما إلى ذلك يعني من أسلحة؟ ليست علاقات دولية تتبنى على الثقة، هناك دمانات واضحة، ولذلك روسيا في كل حال من الأحوال مضطرة أن يقوى الحدود مع فنلندا 1400 طيب. كيلومتر كما يقال، ولذلك هم يفرضوا على روسيا استنزاف يعني أموال والجيش و طيب. اسمح لي أن أتوجه إلى سيد تايلر. سيد تايلر، يعني سيد ماتوزوف يتحدث فيما يود يقول أن يقول بأن السويد وفنلندا ربما يترشحان للانضمام إلى الناتو تحت الضغوط الأمريكية. سؤالي ربما في نفس الإطار، ما الذي يجنيه الغرب من تطويق روسيا بدول تحت راية الناتو؟ سؤال يطرح اليوم، لماذا التمادي في تخطي منطق الجغرافيا والتاريخ في هذه المنطقة بالذات؟ بداية أشكركم على استضافتي، السلام عليكم، يسعدني أن أكون معكم. هذا تطور دقيق وحساس مع انضمام طلب انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو. النقطة الأولى اللي نفهمها هو أن الغرب لا يحيط بروسيا، روسيا هي التي تقوم بطبعا باجتياح أوكرانيا دون استفزاز وإطلاق الصواريخ على المدن الأوكرانية على مدى أشهر الآن. إذا عندما نفهم هذه النقطة أعتقد ما نراه اليوم في واشنطن، طبعا الأمن القومي في واشنطن قلق حول ما يجري، لأن النظرة في العالم هي أن الأمريكيين يقومون بدعم ما يحصل، ولكن في الواقع هنالك وعي أن الرئيس الروسي هو الذي قام بسوء احتساب، أن حرب بوتين في أوكرانيا قد ارتدت عليه سلبا، وفنلندا والسويد اليوم قد أصبحا قلقتين بما قام به الجيش الروسي في أوكرانيا، بحيث هلسنكي وستوكهولم أرادا أن يغيرا طبعا الحياد ويخرجا مربع الحياد. فنلندا والسويد الدولتان اللتان كانت بلاد اسكندنافية طبعا حيادية مستقلة في وضعيتها وموقفها على المستوى الجيوسياسي، إذا انضمتا إلى الناتو هذه عملية سوف تأخذ وقتا بالطبع، هذا لن يحصل بين ليلة وضحاها على الرغم من رغبة طبعا المحطات التلفزيونية الدولية، العملية سوف تأخذ أعواما، ولكن هذا يمثل فعلا إهانة كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حاول أن يدعو تطور توسع الناتو بعد الحرب الباردة، حاول أن يصف هذا التوسع على أنه تهديد. ومن المهم أن نفهم أن الناتو ليس الولايات طيب المتحدة. سيد تايلر، هو ليس كذلك. سيد تايلر، هو ليس كذلك.
التوسع الناتو باتجاه الشرق هو ليس تهديدا لروسيا، وربما سؤال قديم جديد، هل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية من قبل أي حلف أن ينصب أي صواريخ أو أن تكون أي دولة على حدود الولايات المتحدة الأمريكية يعني مخزنا للأسلحة كما هي أوكرانيا اليوم، كما يصفها البعض اليوم؟ لا أريد أن أصف هذا تهديدا لروسيا، لأن الشركات الأمريكية حتى الحرب في أوكرانيا كانت تكسب ملايين الدولارات من أعمالها في روسيا. روسيا لم يتم اعتبارها على أنها قوة استفزازية انتقامية، حتى قرر بوتين قرر طبعا بضم أجزاء من أوكرانيا عام 2014. إذن فكرة أن هذا الأمر قد هو جراء عمليات الناتو، وناتو تحاول أن تهدد روسيا ونشر الأسلحة. حقيقة الوضع، وأريد أن أقول هذه النقطة، الناتو ليس الولايات المتحدة، الناتو هو تحالف لدول أوروبية. ناتو ورسالة الناتو، مهمة الناتو هي أنه حلف دفاعي. لا نعم، ولكن الناتو ليس بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني نحن أمام تحالف لدول أوروبية، ولكن هذه الدول الأوروبية ألا تسير خلف مقررات وقرارات الولايات المتحدة الأمريكية سيد تايلر؟ بيع وشراء الأسلحة بين بعضها البعض، الكثير منهم طبعا يستخدمون الطائرات الروسية، هذا تحالف أمني هو لتعزيز أمن أوروبا. أوروبا التي كانت في حرب بين بعضها البعض، هذه الدول كانت تحارب بين بعضها البعض، الأمر يتعلق بمنع الحرب في أوروبا، ومحاولة تصوير هذا التحالف على أنه تحالف هجومي، على أنه تكتيك هجومي لي طبعا سحق روسيا، وهي دولة أوروبية كبيرة طبعا، وهي دولة أوروبية أساسية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، حاولت أن تجتاح دولة أخرى. نعم، عن فترة ما بعد الحرب الباردة سيد تايلر، ربما بتفاصيل أكثر في المداخلة الثانية، ولكن اسمح لي كي لا نطيل على سيد أكثم سليمان من برلين. سيد أكثم، يعني ربما ألمانيا هي الدولة الأولى التي سارعت إلى الترحيب بانضمام أو بترشح فنلندا للانضمام إلى الناتو، اليوم الموقف الأوروبي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى هذه الساعات، كيف يمكن توصيفه؟ ما هو الدور الأوروبي في كل هذه التطورات وهذا التصعيد، يعني وأوروبا يعني في قلب الصراع؟ يمكن مساء الخير تلخيص الموقف الأوروبي بأغمض عينيك وادخل في الجدار سيحدث شيء ما. يعني ليس هناك خطة أوروبية واضحة حقيقية، هناك نوع من الاعتماد على واشنطن والسير خلف واشنطن مع بعض مظاهر القلق. تحدثنا ربما قبل أسابيع عن العقوبات التي قادتها واشنطن، لكن تدفع ثمنها الدول الأوروبية التي تعتمد في طاقتها بشكل رئيسي على النفط والغاز الروسيين. تحدثنا عن قضية الأمن، أيضا الملف الأمني تقوده واشنطن لكن تدفع ثمنه أوروبا. الآن ما هو الجديد مع موضوع السويد وفنلندا؟ دعينا نسميه ببعض ربما المبالغة عملية استيلاء نهائية أمريكية على الاتحاد الأوروبي. لماذا؟ الاتحاد الأوروبي كان يتميز عن حلف شمال الأطلسي من خلال ماذا؟ طبعا منظمتان مختلفتان، لكن هناك أعضاء في الاتحاد الأوروبي كفنلندا كالسويد، بالمناسبة أيضا النمسا، هي دول عضوة في الاتحاد الأوروبي وليست عضوة في حلف شمال الأطلسي الناتو، بينما هناك دول كتركيا عضوة في الناتو وليست عضوة في الاتحاد الأوروبي. الآن يحدث نوع من التماهي، يعني ليس فقط على مستوى السياسة والعقوبات والتحليلات والإعلام، لا، هناك حتى على المستوى التنظيمي الآن عملية استيلاء أمريكية حقيقية. تتحدثين عن الناتو، ستجدين دول الاتحاد الأوروبي تقريبا كلها داخل هذه المنظومة التي تقودها واشنطن. ستتحدثين عن الناتو، تجدين الأوروبيين حاضرين. إذن هو تطور مهم وتطور خطير.
على مستوى الرمزية، هذا أولا. الأمر الثاني هو طبعا وجود الحدود المشتركة بين فنلندا وروسيا، وحدود طويلة أكثر من 1300 كيلو متر، هذا يضع عمليا الأوروبيين في دائرة الخطر. حتى الآن تصرفت موسكو بطريقة، دعينا نقول في البداية كانت رفعت الصوت كثيرا حول هذا الانضمام، وعندما اتضح أن الخطة موضوعة وستنفذ وضعت كما ذكرت قبل قليل بعض الملاحظات حول وجود قوات أو عدم وجود قوات أو طريقة الانتشار العسكري. شعرت موسكو بأنها تجر إلى حرب حقيقية، إلى مواجهة مباشرة. لماذا؟ لأنها إن كان عليها أن تتحرك عسكريا ضد هاتين الدولتين فعليها أن تفعل ذلك الآن، وهذا جر واستفزاز. إن انتظرت سيتحدثون بعد ذلك عن أن هذه دول أطلسية، وعن أن الأوروبيين والأمريكيين يريدون الدفاع كما كرروا مرارا عن كل متر مربع من أراضي الحلف. ملاحظة أخيرة لمن يتحدث دائما عن تحالفات أو أحلاف دفاعية، كل مآسي التاريخ، كل مصائب التاريخ بدأت بأحلاف دفاعية. لا يوجد في التاريخ البشري أساسا، لا الأوروبي ولا الأمريكي ولا باقي العالم، شيء اسمه حلف هجومي. الحلف كان دائما دفاعي، ثم يحدث أن يقول أحدهم هجمت فتقع حروب، وفي أسوأ الأحوال حروب عالمية. وهذه نقطة ثانية تشير إلى الخطر الذي نقف أمامه الآن على الأقل في أوروبا. واسمح لي أن أسألك أيضا سيد أكثم سليمان، هناك ما يتحدث عن عقبات، يعني لا زال هناك عقبات أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الناتو. لعل أبرز هذه العقبات هو طول عملية الانضمام، الفترة ليست بقصيرة حتى يتم قبول هاتين الدولتين، ولكن أيضا بدأنا نسمع أيضا مواقف من قبل الدول. قلنا ألمانيا رحبت، ولكن كان هناك صوت لافت وهو صوت تركيا التي أبدت اعتراضها على هذا الانضمام، ومن ثم لينت قليلا من موقفها. الموقف التركي من أي زاوية يمكن قراءتها؟ ما أبعاده؟ تحدثت قبل قليل عن التماهي الأمريكي الأوروبي شبه الكامل. بهذا التماهي وبهذا الدخول ستفقد تركيا جزءا من أهميتها داخل حلف شمال الأطلسي. هي منذ أيام الحرب الباردة، بالمناسبة تركيا إحدى الدول التي كانت تحاصر الاتحاد السوفيتي، إحدى الدول التي كانوا يعتزمون نصب الصواريخ فيها، وبعد أزمة الصواريخ الكوبية لم يسحب السوفيت فقط صواريخهم من كوبا، وإنما تعهدت واشنطن بألا تضع صواريخ قريبة من حدود الاتحاد السوفيتي في ذلك الحين. إذن تركيا جزء مهم، تشعر بنقصان أهميتها، لذلك هي غير راغبة في هذا التماهي القادم، في هذا التراجع في دورها، وتتخفى الآن خلف أمور من قبيل أن هاتين الدولتين تدعمان ما تصفهما نعم بمنظمات إرهابية، هكذا تقول أنقرة أو تراه أنقرة. هذه حجج واهية، لكن في نهاية المطاف نحن نعلم وضع تركيا ووضع بالذات الرئيس رجب طيب أردوغان، موضوع مساومات بأكثر مما هو موضوع مبادئ، بمعنى إذا حصل على ما هو محتاج إليه مثلا فتح المجال مجددا أكثر باتجاه الاتحاد الأوروبي، مثلا مساعدات مالية في قضايا معينة، قد يغض الطرف، سوف يغير هذا الموقف. نعم نعم، أعود مجددا إليك سيد ماتوزوف، يعني في ظل تعزيز التحالفات لدى الغرب الأطلسي ابتداء من تأسيس الناتو، حتى أيضا يعني حلف سان فرانسيسكو سيستم، وصولا إلى أوكوس يعني منذ عام ونصف تقريبا، روسيا ماذا هي بفاعلة؟ طبعا سياسة خارجية للولايات المتحدة الأمريكية تنوي في تستهدف إنشاء وتقوية تحالفات و أخلاف الخلف الشمال الأطلسي وأوسكوس، ويعني وكذلك هناك فكرة الخلف الثلاثي بين بريطانيا بولونيا وحتى أن يصاب وألمانيا حتى يثبت موقف الناتو الذي الآن طبعا غير موحد. أحد أهداف السياسة الأمريكية ترامب بايدن كانت مواجهة لتقوية الحلف الشمال الأطلسي وتنقل مصاريف للقوات المسلحة على عواتق دول أوروبية. ولذلك يعني يلفت نظر أنه
سويد مثلا، مسلح الجيش السويدي بسلاح سويدي، دبابات، طائرات حربيه وكاميونات. ولكن اليوم نعم، ولكن سؤالي سيد ماتوزوف هو موجه الى روسيا، واسمح لي ربما ان اوضح السؤال اكثر. اليوم كان هناك اجتماع لدول منظمه معاهده الامن الجماعي في موسكو، لوكاشينكو دعا الى تشكيل جبهه موحده لمواجهه الناتو. هل يمكن احياء حلف وارسو بطريقة أو بأخرى، يعني بدول أخرى تحت مسمى آخر؟ هل يمكن إحياء أي حلف تكون روسيا هي الأساس فيه بوجه الناتو أم لا اليوم؟ لا أعتقد أن معاهدة الدفاعية بين الدول الستة، جمهورية الاتحاد السوفيتي السابقة، يمكن أن يكون أي نوع من تحالف العسكري تشبه الناتو. لا، لأن ليست أهداف الروسية هي إنشاء أي تحالفات. روسيا، سياسة روسيا تنطلق من ضرورة تقوية القدرة الروسية، لأنه ممكن نحن نستفيد من التحالفات، من موقف معاهدة الدفاعية لدول الاتحاد السوفيتي السابقة، ولكن أساسا نحن نهتم بتقوية القدرة العسكرية للجيش الروسي، مثل ما هو نحن نشاهده أن عملية نفسها تجري في حلف شمال الأطلسي. يتركزون وين هو القوات المشتركة. هناك قوات مسلحة لألمانيا، لفرنسا، لإيطاليا، لتركيا، ولكن ليس هناك تحالف قيادة العسكرية موحدة. ولذلك هناك الآن تركيا ترد، تعارض لقبول السويد وفنلندا. عارضت في البداية سيد ماتوزوف، ولكنها عادت وعدلت من لهجتها، يعني على لسان نائب الرئيس. نعم، أردوغان اليوم صباحا أكد أنه هو يصر على معارضة لقبول السويد وفنلندا، ولكن ليس هذا مهم. الآن يمكن وجود الدولة خارج أطار حلف شمال الأطلسي موقف أكثر مفضلا للأمريكان. لماذا؟ لأنهم يستطيعوا أن يحودوا ويشاركوا في الحرب بالوكالة. إذا ناتو ملتزمة أمام الدولة العضو، أما أوكرانيا مثلا هي غير عضو وهي تستلم كل المساعدات مالية 40 مليار، هذا مش قليل. طيب، وهذا فقط من أمريكا. اسمح لي السيد. نعم، شيء من أوروبا 30 مليار يورو. وضحت يعني الصورة. سيد ماتوزوف، اسمح لي أن أنتقل إلى سيد تايلر فقط لكسب الوقت. سيد تايلر، إلى أي حد اليوم يجري منذ أكثر حتى من عام، يعني منذ ما يعني قبل أن تبدأ أيضا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، هو مرتبط بالمفهوم الاستراتيجي للناتو، المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو الذي سوف يتم تبنيه في شهر حزيران المقبل. في يعني في النهاية هناك إجماع بأن كان يجب على الناتو أن يحل نفسه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك حلف وارسو، وإذ بنا نرى الحلف يجدد لنفسه عند كل محطة في كل مفصل من خلال المفهوم الاستراتيجي والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه. اليوم إلى أي حد هناك يعني هناك ارتباط بين هاتين المحطتين؟ ما يجري فيما خص روسيا ومحيط روسيا والمفهوم الاستراتيجي للناتو لإعطاء عمر أكبر وأطول لهذا الحلف؟ بداية، هنالك نقاش يجري حول الناتو حاليا منذ أعوام الآن. لست متأكدا فيما يتعلق بالإجماع الذي ذكرتيه. أي إجماع وبين من؟ يمكنني أن أقول لك من وجهة نظر المؤسسة الأمنية الأمريكية،
بما أنني قد عملت في هذا المجال كصحافي منذ عقود، هنالك نقاش يجري حاليا في الولايات المتحدة حول أهمية الناتو. دعونا نتذكر منذ أعوام كان هنالك نقاش مفتوح في واشنطن حول إذا كان الناتو طبعا تحالفا غير مجدي فهو لا يدفع ثمن دفاعاته. الناتو تريد من الولايات المتحدة أن توفر الدعم والتدريب للجيوش والصواريخ والمعدات دون دفع أي ثمن. الرئيس الأمريكي الأخير ترامب قد فعلا شكك بأهمية وفائدة الناتو أمام العالم بأسره. اتهم في واشنطن على أنه دمي بيد بوتين، واليوم لدينا رئيس أمريكي بايدن، وهو إدارة بايدن خلف الكواليس حاولت أن تضغط على دول الناتو ليدفعوا ثمن دفاعاتهم. الولايات المتحدة تدفع مبلغا هائلا دفاعيا بينما هذه الدول تدفع بأقل من 2% من إجمالي الناتو المحلي، وكان دائما هذا موضع نقطة طبعا نقاش بين واشنطن والناتو. لما على الولايات المتحدة أن تدعم هذه الدول؟ وحاليا إدارة بايدن تتدخل وتحاول أن تضمن أن واشنطن تملك على الأقل علاقة دبلوماسية إيجابية مع الدول الثلاثين الأخرى. الأمر ليس طبعا 5 أو 6 دول، هناك 30 عضو في الناتو. وفيما يبدأ بايدن ويقوم بذلك، روسيا بدأت تقوم بتهجيش قواها وتدعي أن الناتو هو حلف هجومي يحاول أن يقوم بسحق روسيا. واليوم نحن في وضع حيث بسبب بوتين وبسبب سوء حسابات بوتين في أوكرانيا، الحرب الروسية أصبحت كارثة على روسيا. العقوبات طبعا تؤثر على الاقتصاد الروسي. وصلنا إلى مرحلة حيث بات المستحيل، حيث من المستحيل أن تربح روسيا في أوكرانيا. اليوم يمكننا أن نتحدث عن فائدة الناتو، أهمية الناتو ليس كحلف سيحاول أن يستفز مواجهة أكبر، بل تحالف أمني يقول كيف يمكننا أن نمنع ما قامت به روسيا في أوكرانيا من أن يمتد ليصبح شيئا أكبر وأخطر وحربا، كما ذكرت حرب بالوكالة بين الدول، وربما مع بيلاروسيا والدول تريد أن تصطف مع بوتين حول هذا الموضوع. علينا أن نرى كيف تطور الأمور. أيضا فيما يتعلق بتركيا، من المثير للاهتمام أن تركيا رجب طيب أردوغان طبعا في السلطة منذ فترة طويلة، وهو من أقوى القادة في الناتو، وهو من الواضح يقول ناتو لن تفتح بابها لدول جديدة دون طبعا بعض النقاط الجيوسياسية، وتركيا تريد شيئا بالقبيل لترحب دولا جديدة، دولا سيد تايلر قد تفاقم الوضع و تساعد الوضع. يقول مثلا أمرا بالمقابل، يريد فنلندا والسويد أن يعترف بموقف تركيا فيما يتعلق بالموضوع الكردي. طيب سيد تايلر، اسمح لي أن أسألك أمر يتعلق بهذه النقطة. هل يعني من وليد الصدفة أن يهاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الناتو، الرئيس الفرنسي أيضا أن يقول بأن هذا الحلف يعني دخل في موطن سريري، ومن ثم فجأة يعود لينتعش هذا الحلف مع التطورات الأوكرانية، ونذهب إلى يعني مفهوم استراتيجي جديد سوف يحول روسيا من شريك إلى تهديد مباشر بحسب مسؤولين ما قالوه إلى صحيفة بلومبرغ. هذا كله من وليد الصدفة. وليد الصدفة؟ أحاول أن أقرأ بين السطور إذا كنت تحاولين أن تتحدثي عن نظرية مؤامرة. وكما تعرفين من مقابلاتي السابقة، أنا لا أؤمن بنظريات المؤامرة، حيث الولايات المتحدة طبعا هي تقوم بالتلاعب بالدول. هذا غير منطقي. نتحدث عن بشر وعن منظمات بشرية هي في أوقات حرب وأوقات
أوقات السلم مع بعضها البعض. إذا أعتقد ما يمكن القول هو أن روسيا ترى أن هنالك نقطة ضعف بين الناتو والولايات المتحدة. طيب. بعد فترة طبعا بعد فترة خطاب تصاعدي خلال ترامب، فترامب هاجم الناتو ولم يقم بذلك لأنه كان يدعم بوتين، قام بذلك لأنه يدعم أمريكا. طيب سيد تايلر، نعم اسمح لي، يعني ليس مهم ما أؤمن به ولا أتحدث عن نظريات المؤامرة، ولكن يعني في العادة الدول لديها خطط استراتيجية لسنوات وسنوات إلى الأمام. سوف أذهب إلى فاصل ومن ثم أعود إليك سيد أكثم سليمان، أعرف بأننا تأخرنا عليك. فاصل ونتابع. الناتو مصمم على إطالة أمد الصراع مع روسيا ويوسع رقعة المواجهة معها على أكثر من جبهة بخطوته ضم فنلندا. الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتهم الغرب بإطالة الحرب في أوكرانيا لإضعاف روسيا قدر الإمكان. وفي قمة لزعماء منظمة معاهدة الأمن الجماعي بموسكو، دعا لوكاشينكو إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة العقوبات الغربية على بلاده وعلى روسيا، وإلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والعسكرية في وجه الغرب. الصين لم تنحو المنح البيلاروسي من الغرب الأطلسي برغم أنها على رأس قائمته بعد المواجهة الدائرة حاليا مع روسيا. إذن على خلفية أعلان فنلندا نيتها الانضمام إلى الناتو، أمل المتحدث باسم الخارجية الصينية التزام جميع الأطراف بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة واحترام المخاوف المتبادلة المشروعة. فكيف يقرأ الموقف الصيني؟ وهل تتخذ بكين موقفا أكثر جذرية إذا استمر الغرب في نهجه الحالي؟ أجد الترحيب بكم ضيوفنا الكرام في مسائية هذه الليلة، وأتوجه مباشرة لك سيد أكثم سليمان. يعني هل كان من الصعب أن تلتزم فنلندا والسويد بحيادهما؟ وأيضا اسمح لي أن أسألك سؤال مضاف انطلاقا من مداخلتك السابقة، هذا التماهي بين الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي إلى أي حد هو مصلحة لأوروبا والدول الأوروبية؟ أبدأ بالجزء الثاني من السؤال. أكيد الأيام والأسابيع القادمة ستعطينا الجواب، هل هذا الأمر في صالح أوروبا؟ هناك آراء كثيرة في أوروبا تقول إن الأمر لا يؤمن شره. لماذا؟ كان لديك رئيس أمريكي اسمه دونالد ترامب، كان يستجدي الأوروبيين وعلى رأسهم الألمان أن يرفعوا نسبة مشاركتهم في تمويل الناتو إلى نسبة 2%، كانوا يدفعون 1.4 أعتقد من الناتج الإجمالي القومي. اليوم هناك رئيس أذكى أو إدارة أذكى اسمها إدارة بايدن، جعلت الأوروبيين يدفعون من لقمة شعوبهم ومن حاجتهم إلى النفط والغاز، ليس لأمنهم ولا لأمن الناتو، لأمن دولة اسمها أوكرانيا، لا هي عضو في الاتحاد الأوروبي ولا هي عضو في الناتو. هنا تلاحظ المعضلة التي يعيشها الأوروبي اليوم، هو تورط عمليا في لعبة أكبر بكثير مما كان يتم تداوله عن ناتو في حالة موت سريري أو في حالة يقظة أو في حالة غير ذلك. التغيت، انتهت أفكار الجيش الأوروبي المشترك، الدفاع الأوروبي المشترك بانضمام فنلندا والسويد، أو حتى مجرد طرح فكرة الانضمام حاليا أو اقتراح هذا الانضمام، نعلن فعليا أن أوروبا دخلت الآن، أن الاتحاد الأوروبي دخل أمنيا في حالة موت سريري لصالح حلف شمال الأطلسي الناتو. وهذه نقطة لابد من تسجيلها للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يقول البعض أيضا أنه كثيرا ما يخفو في المؤتمرات، لكن في هذه النقطة فعلا كان سباقا وكان متفوقا على الساحة الأوروبية عن أو على خصمه الرئيس دونالد ترامب الجمهوري في الفترة السابقة. طيب سيد ماتوزوف، أيضا أسألك، يعني روسيا قالت بأن الأراضي فنلندا والسويد ستصبح هدفا محتملا للقوات المسلحة الروسية في حال إنشاء قواعد عسكرية على أراضيها بعد الانضمام إلى الناتو. الرد الروسي كيف ومتى يمكن انتظاره؟
طبعا روسيا لا تنتظر هذه التغيرات، روسيا لازم أن يكون مستعد لكل الاحتمالات. هذا هو موقف روسي معلن رسميا من قبل بوتين، من قبل شويغو، من قبل لافروف. ولذلك أنا لا أتصور أن روسيا يترك بدون اهتمام هذا القرار إذا هو يطبق، لأن إردوغان حتى الآن تعارض، وهناك ما في إمكانية أن تدخل ناتو بدون موافقة تركيا. طبعا مشكلة موجودة عليهم، ولكن روسيا ليست لدي روسيا المسلحة ليواجه أوروبا، دول أوروبية. نحن لا نتخذ أي تدابير الاقتصادية ضد أوروبا، ولا لأن هذا لدي روسيا مسلحة أن يكون أوروبا موحدة قوية اقتصاديا. وطبعا هذا الذي تحاول أمريكا أن تصطدم أوروبا ويضعف أوروبا نتيجة عقوبات ضد روسيا. ولكن أوروبا لا تستطيع أن تعيش بدون بترول والغاز الروسي، خصوصا في موسم الشتاء. ولذلك أنا أعتبر أن السياسة الأمريكية مواجهة ليست ضد روسيا فحسب، وضد الدول الأوروبية كذلك. وهذا ليس لماذا روسيا توجد حالا مثلا في نزاع بترول والغاز، حالا الذي تناسب المصالح، تأخذ بعين الاعتبار مصالح أوروبية. روسيا ليست تنوي تدمير اقتصاد الأوروبي، هذا كل مشاكل الاقتصاد الأوروبي ناتجة من السياسة الأمريكية. طيب. البعض أيضا يعني ذهب بنفس الاتجاه الذي تتحدث عنه سيد ماتوزوف، بأن يعني السياسة الأمريكية ربما تضر بالأوروبيين بنفس المستوى التي تضر به روسيا. ولكن اسمح لي أن أسألك أيضا، أي دور للصين تنتظره روسيا مع كل هذه التطورات في الساعات والأيام الماضية؟ طبعا موقف علاقات سوريا روسيا مع الصين الشعبية علاقات استراتيجية بلا أي شك، لأن عندنا روسيا والصين سجلوا بوثائق الرسمية للسياسة الخارجية الأمريكية كأعداء أساسيين في العدو الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد الدولي. سجلوا الصين وروسيا فقط، يعني مكان أحيانا يتغير، أحيانا مكان مرتب الأول لدي روسيا، أحيانا مرتب الأول لدي الصين. بلا أي شك منافسة مع الصين قوية، ولكن أنا أعتبر أن ليس هناك واجب الصيني أن يدافع الأمن القومي الروسي. هناك مصالح صينية ونحن نحترم هذا. أما بالنسبة لي عندما أخذت القرار القيادة الروسية ليرسلوا قوات مسالحة لأوكرانيا لكي يفشلوا المخطط الحلف الشمال الأطلسي الذي كانت هناك الآن تأكيدات واضحة تماما أن كانت نوايا بناء التراث النووي حتى في أوكرانيا لمواجهة روسيا وتقوية القوات. وهذا موجود حتى مدير مركز تدريب العسكري قوات الأوكرانية وهو أمريكاني مقدم، هو قال بكل صراحة أن روسيا تأخرت 8 سنوات بعد 2014 و2022 لحتى يعطوا إمكانية لأمريكا لتدريب وتسليم جيش أوكرايني. طيب وضحت وضحت الصورة سيد ماتوزوف. سيد تايلر بسرعة لو سمحت، إلى ماذا تسعى يعني الولايات المتحدة الأمريكية من خلال يعني كل التطورات التي نراها؟ البعض يقول بأنها تسعى إلى الحرب، خصوصا بأن التصعيد الحاصل اليوم هناك خشية من تحول هذه المستجدات إلى حرب عالمية، وهذا يعني أصبحنا نسمعها على أكثر على لسان أكثر من مسؤول يعني من الدول الأوروبية، وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة قال ذلك.
نعم، هذا سؤال ممتاز. هذا يعتمد من في السلطة في واشنطن، وحاليا مع وجود إدارة ديمقراطية في البيت الأبيض الهدف هو الاستقرار. الاستقرار في أوروبا هو من الأمور الأساسية، لأن طبعا هذا أكبر سوق اقتصادي استهلاكي في العالم. والسبب الديمقراطيون يرغبون بهذا الاستقرار هو لأنهم يرغبون بطبعا تطبيق سياسة خارجية جديدة، وهي طبعا تحويل من النفط الأحفوري إذا لمواجهة التحديات المناخية. إذا كان الجمهوريون في السلطة يرغبون بالنمو الاقتصادي، يرون يرغبون بالاستقرار، يرغبون بالاستقرار أن يعزز النمو الاقتصادي، طبعا هم يرغبون نموا اقتصاديا، هم مستعدون للدخول في شراكة مع أي طرف يمكنه أن يعزز النمو الاقتصادي، لأنهم يعتقدون أن النمو الاقتصادي سوف يفيد الناس وأكثر من أي حكومة. وبالتالي حاليا أعتقد الولايات المتحدة تريد حدا للأزمة في أوكرانيا، تريد أن تتفاوض روسيا مع الحكومة الأوكرانية لإخراج قواتها من أوكرانيا. طبعا هي لا تقوم بدفع بنظرية مؤامرة مع الناتو. واشنطن سوف تتقبل دخول فنلندا والسويد إلى الناتو. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لوضع حد للأزمة الأوكرانية، رغم أننا لم نسمع ذلك على لسان أي مسؤول أمريكي، ولكن لنفترض ذلك. سيد أكثم سليمان، أيضا بسرعة لو سمحت، هل يمكن أن نكون أمام سيناريو حرب شتاء ثانية بين روسيا وفنلندا؟ ما الذي تذهب إليه القراءات الأوروبية؟ أعتقد أنك شديدة التفاؤل في هذا السؤال. يعني حرب شتاء بين فنلندا وروسيا، الخريطة تقول الآن مع رغبة السويد وفنلندا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، حديث ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء بيلاروسيا في اجتماع دول معاهدة الأمن أو الدفاع المشترك، كل هذا يرسم الحقيقة خريطة الصراع الجديد وحدود التحالفات الجديدة، والتي بالفعل لا تسمح على ما يبدو بأماكن وسط. يعني لا توجد منطقة وسطى ما بين هذا وذاك، لا نسقط في تشبيهات السيد نزار قباني رحمه الله، لكن لا توجد مساحات حيادية على ما يبدو، وهذا مؤشر على حروب أكبر من صدام روسي فنلندي. هذا تقسيم على مستوى العالم، وفي هذا التقسيم لا يمكن للصين إلا أن تكون إلى جانب روسيا، ليس نعم بالضرورة عسكريا كما ذكر السيد ماتوزوف، لكن ككتلة تقاوم الكتلة الأخرى المتحدة المتمثلة الآن في الاتحاد الأوروبي والناتو، أو إن شئت الاتحاد الأوروبي وكله ناتو تقريبا، أو الناتو وأكثر من نصفه اتحاد أوروبي. إذن الكتل تحددت، الجبهات تحددت، وساحات المعركة أو مستوياتها تحددت. متشائم سيد أكثم سليمان؟ نعم، هناك سبب للتشاؤم، لأن هذا يعني أن هناك سنوات من الصراع. العقوبات التي فرضت على روسيا لا يمكن إلغاؤها خلال أيام. دخول السويد وفنلندا إلى الناتو لن يتغير بعد أسبوعين من دخولهما. الحديث الذي يتحدث به الروس والصينيون لن ينقلب لمجرد أن أحدهم غازلهم من واشنطن. هذه كلها قضايا جيوستراتيجية طويلة المدى، والبعض يتحدث حتى نهاية القرن الحالي. شكرا جزيلا لك سيد أكثم سليمان، الإعلامي والبحث في الشؤون الأوروبية، كنت معنا من برلين. وشكرا أيضا موصول لي جاي تايلر، محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة واشنطن تايمز، كنت معنا من واشنطن. وأيضا سيد فيتشيسلافا ماتوزوف الدبلوماسي السابق، كنت معنا من موسكو. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا. المزيد على صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net. إلى اللقاء.